تبغى تطلع ايس كريم تقول تلحس معي في الطريق، عيب عليك يا ابن حلال. استعلى وجهك وانت تتغدى زي السفان الصغار، احطها بالكيس. اعوذ بالله منك، انا عيب الكلام هذا. والله وش معك؟ وش معك مع العلك؟ علك؟ لبان؟ وتكلمني في ذحين وانت ماجر يا عيضة، فين رايح؟ خلقة النسوان؟ رجع العلك. استعلى وجهك. معقد والله انك معقد. لا مو معقد، عيب العيب عيب. والله انك معقد. حول ولا قوة إلا بالله. شو معك يا ابن الحلال؟ فقر تسك فمك يا أخي، عيب عليك أحد يشوفنا ولا شيء يقول شوي فاقر ضابر. أشغلتني أنت عيب. أيوة أشغلتك. عيب 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 كل شيء. خلاص قفله قفله، لا تشرب في وسط الشارع. تشرب لبن في وسط الشارع؟ وش يقولون عند الناس؟ هذا يأكلون ما عندهم بيت يأكلون فيه ولا يشربون فيه؟ استعلى وجهك يا أخي. حول ولا قوة إلا بالله. أركب أركب. ما شاء الله، عيب 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 البان، عيب لبن، عيب الجن والعفاريت، وانت واقف على الرصيف ومقفل على الاحتياجات الخاصة وعندك خرطة وشحريك ومقفل على المحل على أرزاق الناس وتقول لي عيب عيب. هذا ما هو ممنوع؟ هذا يا ابن الحلال ممنوع، وانت اللي تسويه عيب، يعني في اختلاف. كيف؟ ايوه كيف، قلت لي كيف، يعني الممنوع تسويه ما حد يدري عنك، يعني لو ما جرى المرور نقدر نداري على عمرنا ونشرد، لكن العيب عيب يستمر طول العمر معك. ايوه يعني لا يشوفون الناس اهم شيء. يا عم شيء لا احد يشوفك وسوي اللي تبغاه من الممنوع، لكن العيب قدام الناس تاكل علكه ولا تفشلنا. لا لا شنو شنو اذا ما حد شافك بديت تفهمني.